وبركاته. اهلا بيكم حبايبي المتابعين قناه معلومات وفنون. باذن الله النهارده هنعمل معاكم طبق الفاكهه دوت، شكله جميل كده وحلو، يا ريت يعجبكم. بس النهارده احنا هنشتغله قرايه ورشه، او بالتفصيل كده مش هنشتغله عملي، لان انا كنت هشتغل معاكم شيلت الكحك بنفس الخطوات، فقلت دوت انا اديكم بس ايه الخطوات بتاعتي. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، ونشتغل مع بعض ونقوله بسم الله. اول حاجه بنلضم 8 خرزات، انا عاملاهم هنا اسود، طبعا الالوان ده الالوان بتاعتك انت، انا عامله هنا الاسود والنبيتي مع بعض. لضمه 8 خرزات، وبعد كده عملت اول صف غرزه خماسيه 5 على 1، بنلضمها خرزايا اسود وخرزتين نبيتي، لان الاسود دوت انا هشتغل بيه التحديد بتاع كل وحده، فانت لو عايز تعملي تحديد بلون تاني فالتزمي بايه، من الاسود دوت بتاع التحديد، بياخد واحده اسود واتنين نبيتي وواحده سودا. بنشتغل الصف كله خماسي على واحد، وبعد كده الصف اللي فوقيه هشتغل فيه 4 على 1، 4 على 1 دايما. وانا بشتغل هنا بلتزم ان انا ببدا الصف من عند غرزه التحديد دي عشان تسهل عليا لما باجي بشتغل، يعني كل صف ابداه دايما من عند خرزيه سودا. هبتدي هنا بخرزيه سودا وهشتغل 2 نبيتشي، وبعدين اطلع بنبيتشي واسود، وبعدين 2 نبيتشي، وبعدين نبيتشي واسود، هكذا لغايه ما اخلص بقيه الصف كله 4 على 1. عملنا كده اول صف زي ما قلنا خماسي على واحد، وتاني صف رباعي على واحد، معلش الدوشه اللي عندي دي ربنا يهديهم. هنعمل بعد كده الصف الثالث كده، عملنا صفين، واحد خماسي على واحد وواحد رباعي على واحد. خلي بالكم التكيه دي بقى اللي هي الخرزتين النبيتشي اللي هنا كده، هنبدا الصف الثالث برضو من ايه، من اول الخرزيه السوداء. هنعمل 4 على 1 ونيجي ما بين الخرزتين اللي هما اللي فوق الخرزيه النبيتشي دي، اللي فوق الخرزتين النبيتشي برضو بنعمل ثلاثيه طايره، بنعمل غرزه ثلاثيه طايره باللون النبيتشي، وبعد كده بنعمل تاني بنكمل رباعيه نبيتشي واسود. وصلنا تاني، هعيدها تاني، وصلنا عند الاسود هنا بعمل 2 نبيتشي، بعدين ثلاثيه طايره، بعدين واحده نبيتشي وواحده اسود. اللي مش واخده بالها من الشغل صح هترجع للفيديو بتاع شيلت الكحك، انا عاملاها ايه عملي بالخطوات خطوه خطوه، بس هي بتاخد وقت فقلت اختصر لكم الفيديو دوت بالشكل ده. بعد كده برضو بنبدا من اول الخرزيه السوداء، بعمل 4 على 1 وباجي فوق الثلاثيه بشتغل 5 على 1، وبعد كده رباعيه برضو تاني. يبقى انا بشتغل ايه، هشتغل كل الصفوف بعد كده صف رباعي وصف رباعي، في واحده ثلاثيه والصف اللي فوقيه رباعي، وفي واحده خماسيه فوق الثلاثيه زي ما انتم شايفين كده اهو، اهي لو باينه خماسية على واحد، باخد واحدة نبيتشي واتنين اسود وواحدة نبيتشي. الاسود ده بداية تحديد البقلاوية دي كده، انا هشرح لكم واحد على واحدة واحدة وانتوا بتكرروها كلها. بعد كده هنشتغل الصف، بعد الصف اللي فيه واحدة خماسية بنشتغل صف رباعي. الرباعي دوت تقسيمته ازاي، بنبدأ دايما عند السودا اسود واتنين نبيتشي، بعدين 2 اسود، وبعدين اسود ونبيتشي ونبيتشي واسود كده، وبنكررها بقية الوحدات. الصف اللي بعدها هنشتغله كله، يعني الرباعيه كلها اشتغلناها، الصف اللي بعدها فيها ايه واحده ثلاثيه طايره، ببتدي من عند الاسود واشتغل 2 نبيتشي
وبعدين اتنين اسود واسود ثلاثيه طايره اسود، وبعد كده اسود ومبيتشي ومبيتشي وايه واسود. ده في ثلاثيه طايره، بقى الصف اللي بعديه على طول فيه ايه خماسيه. بنبتدي برده الشغل عند السودا، واشتغل اسود واتنين نبيتشي واتنين اسود، بعدين خماسيه سودا، بعدين اسود ومبيتشي ومبيتشي واسود. انا بعمل بشرح لكم على وحده واحده وانتوا بتكرروها 8 مرات كده. وصلنا لايه؟ لهنا اهو. الصف اللي بعدها على طول، يعني احنا بنشتغل الصف بالترتيب كده، رباعيه وصف فيه ثلاثيه طايره وصف فيه خماسيه، بس انا بقول لكم اختلاف الالوان. الصف اللي بعدها اللي هو الرباعي اسود واتنين نبيتشي، اتنين اسود، اتنين اسود، اتنين اسود، كررت 3 مرات، واسود ومبيتشي ومبيتشي واسود. اتفضل بقى اللي بعد كده، الدور اللي هو فيه ايه الثلاثيه الطايره، برضو بتيجي عند الاسود وباخد اسود واتنين نبيتشي، بس حبيبتي اسود واتنين نبيتشي، وبعد كده اسود على الخلاصتين اسود، وبعد كده هنعمل زي ما قلنا الرباعيه، واحده سودا واتنين نبيتش، وبعدين اتنين اسود، بعدين ثلاثيه طايره وثلاثيه، وبعدين اسود ومبيتشي ومبيتشي واسود. هنعملها لغايه ما هنا بيقفل هنا الصف ده على 4 خرزات اسود. من بعد كده هنبدا ايه هنا معايا، نبتدي هنا الصف ده بالخرزايه السوداء والنبيتشي، وخرزتين سود وخرزتين سود كمان، وهنا كمان خرزتين وخرزايه سودا وخرزايه نبيتشي، وبعد كده اسود نبيتشي واسود. كده انا خلصت الصف اللي هو نهائي، يعني نص البقلاويه دي. عايزين بعد كده نبدا ايه ننقص الصف اللي بعدها. نبدا زي ما قلنا هنا عند النبيتشي، عند الاسود، اسود واتنين نبيتشي، وبعد كده نبيتشي واسود. الصف ده الرو اللي هو فيه الثلاثيه الطايره، واتنين اسود والاسود ثلاثيه طايره، وبعد كده اتنين اسود واتنين نبيتشي واتنين ونبيتشي، وده اخر صف فيه على الدايره كلها كده. بنبدا زي ما قلنا من الاسود، اسود واتنين نبيتشي، بعدين اتنين نبيتشي، بعدين نبيتشي واسود، لان احنا كنا عاملين ننزله في الاسود، وبعد كده الخماسيه بتاعتنا سودا، وبعد كده نبيتشي في نبيتشي ونبيتشي في اسود. الوحده هتبقى تقف كده على الشكل ده كده، لان احنا هنا كده عشان تتخيلوا منظرها. ده كده هيبقى ياخد ايه داير ما يدور كده. بعد كده بنردم الفتله بتاعتنا، عشان كل وحده بتتعمل لوحدها. بنبدا هنا بعد كده كل واحده فتله لوحدها. بنيجي من الخرزه اللي جنب الاسود ونعمل غرزه ثلاثيه، خرزه يعني طبعا احنا هنضم عند الحمراء هنا، بنضم خرزه سودا وخرزه نبيتشي، والخرزه اللي جنبها بشتغل عليها خماسي، خرزه سودا وخرزتين نبيتشي، وبعد كده غرزه رباعيه نحط لها اتنين نبيتشي، واللي بعدها غرزه رباعيه باتنين نبيتشي، واللي بعدها برضو اللي هي فيها السودا الثانيه دي هنعملها برضو رباعيه باتنين نبيتشي. هيتفضل خرزتين هنا قبل النهايه، بشتغل زي ما بدين هنا، اعمل الخماسيه برضو خرزتين نبيتشي، خرزايه سودا وخرزايه نبيتشي. بعد كده هنا عشان اعملها ثلاثيه برضو بس الخرزايه الايه السودا بس، بلف الخيط بتاعي هنا، او لو مش عارفه تلفيه بتبداي فتله جديده. الصف اللي بعدها على طول برضو
يعني كده خدنا ايه دايما بنشتغله عند التحديد الخرزتين اللي على الحرف النبيتي، بحط لهم الايه الخرزه الايه السود كده. انا عملت الصف دوت ضفت فيه الخرزتين السود دول. الصف اللي بعده برده ببدا بغرزه ثلاثيه، حط خرزيه سودا خرزيه نبيتي، وبعد كده الصف كله رباعي بس هنا بحط خرزيه سودا خرزيه نبيتي، وعندنا اتنين نبيتي. وهنا زي ما اشتغلنا كده بناخد دور هنا رباعي، بناخده هنا نفس اللي في النص، يبقى دي ثلاثيه طايره نبيتي. يعني احنا دايما بنشتغله من اول فوق لغايه تحت، صف رباعي صف فيه ثلاثيه طايره وصف فيه خماسي. هنا الثلاثيه الطايره الصف ده بنحط فيه الثلاثيه النبيتي، وبعد كده بشتغل بكملها رباعيه اتنين نبيتي، اجي بقى عند اخر خرزتين احط فيهم الخرزه الايه ادخل الاسود. هعمل هنا واحده رباعيه اسود في نبيتي، وهيتفضل معايا هنا احط خرزيه واحده عشان اعملها ثلاثيه. اتفضل عندي اخر غرزه فيها فوق خالص بقى، لو بتعرفي تعدي الفتله بتاعتك وتلفيها تبداي عند الخرزيه النبيتي دي ماشي، ما بتعرفيش تبداي خرزه جديده. هنعمل دي رباعيه بحط لها خرزتين اسود وواحده نبيتي، ودي خماسيه نفس الترتيب اللي بنشتغلوه بحط خرزتين اسود وواحده نبيتي، وبعد كده رباعيه تاني بضيف لها بس عشان هي فيها خرزتين، بقوم ضايفه الخرزتين التانيين اسود، بتديني الشكل ده. الوحده دي بتتكرر 8 مرات. عايزه تشتغلي كل وحده منفصله بعد تشبكيهم في بعض، او لو عايزه تشتغليهم دايره بنفس الترتيب اللي انا قلته. بنيجي هنا اليد بتاعتنا، عايز تعمل هي من غير اليد جميله جدا، لو عايزه تخليها طبق فاكهه كده من غير يد هو كده جميل جدا، عايز تركبي لها اليد بتاعتك مفيش مشكله. باجي هنا عند الخرزتين اللي هم الطايرين دول برضو بعمل عليهم غرزه سداسيه اهي، بلضمها ازاي، بحط الخيط في الخرزتين دول، وبعمل هنا خرزيه سودا خرزيه نبيتي، هنا خرزيه سودا وخرزيه نبيتي، واعمل العقده في اي واحده فيهم مش هتفرق. بعد كده اعمل صف رباعي الحرف هنا اسود واللي جوه، عايز تشتغلي كل صف رباعي وبعدين صف رباعي تاني جنبه، عايز تشتغلي انا اشتغلتهم بالعرض كل خلاص صف على حده. انا عملت فيه انا عاملاها 30 غرزه مجوز زي ما انتم شايفين كده، بس اهم حاجه بقى التكيه اللي انت عارف ان انا عملتها لقيت اليد بتاعته كانت مش ماسكه خالص كده. بعد ما خلصت لضمت الخيط بتاعي في الخرزه الاخرانيه السودا دي ولفتها من الجنبين وشديت الخيط، كانت اليد مش ماسكه حاجه خالص ومش واقفه كده بالمنظر ده. جيت هنا بصي تقلبيها كده لان هي ما كانتش ماسكه التكيه، بتيجي هنا عند الدايره دي لان هو كانت مش ماسكه نفسها قد كده، بتيجي عند الدايره بتاعتك كده بتعملي غرزه رباعيه، تعمليها بالاسود تعمليها بالنبيتي زي ما يفرق تعجبك، عايز تعمليها غرزه وغرزه مش هتفرق. دي القعده دي، القعده دي فرقت معايا كتير في طبق الفاكهه لان هي اللي مسكته بالمنظر ده، انا بعد ما اشتغلته لقيته ايه بيتطبق معايا كده ومش ماسك نفسه خالص، اما عملت القعده دي لقيته ماسك نفسه كده زي ما انتم شايفين كده حديد اهو وجميل. معلش انا الفيديو ده كده على السريع ما اشتغلتش فيه خطوات، بس قلت اعمل لكم ايه فيديو كده بسرعه، لان الشرح ده كله انا شرحاه بالتفصيل في شيله الكحك، وهو بصراحه كان بياخد وقت كتير، يعني تقريبا الوحده دي عشان اعملها عاملاها على 3 اجزاء في الشرح، فانا مالهاش اطول عليكم في الفيديو ده كمان، قلت اعمله ورشه كده بس بالورقه والقلم. يا ريت يعجبكم حبايبي، يا ريت اللي يشوف الفيديو لو عجبكم الفيديو فضلا وليس امرا تعملوا لنا لايك ليه، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما ننزل فيديو جديد يتابعنا باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.